مرحبا أحبتي الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد في الدرس رقم 40 من هذا الكورس المميز ألف كلمة إنجليزية في دقيقتين. كلمة اليوم analysis. هيا نكتشف أسرار هذه الكلمة. Get ready, write all the phrases. So you need a notebook, a pencil, just 2 minutes, and repeat after me 5 times aloudly. حضر كراس وقلم، دقيقتان فقط، وكرر خلف العبارات بصوت مرتفع حتى تتقنها باللفظ الصحيح. أما الآن اضغط على إعجاب لهذا الفيديو واشترك في القناة وفعل زر الجرس حتى تصلك جميع الدروس. التكرار أم المهارات، هذه القاعدة أساسية، لذا كرر الدرس عدة مرات حتى تتقن الكلمات بشكل جيد. Analysis تأتي بمعنى تحليل، إعراب أو فحص. Analysis، إذا تلاحظون أكرر عليكم العبارة عدة مرات حتى تتقنوها من أول مرة. Analysis. المثال الأول: Samples are sent to the laboratory for analysis. يتم إرسال العينات إلى المختبر. Samples عينات، laboratory مختبر، for analysis لتحليلها أو للتحليل. An analysis of popular culture، تحليل لثقافة شائعة. An analysis of popular culture. Analysis مرادفات كلمة analysis: permission تحليل، dissection and test. والآن حاول أن تكتب جملة تستخدم فيها كلمة analysis. Analysis، حاول أن تكتب لوحدك أو تبحث في الإنترنت أو تراجع إحدى الأمثلة التي مرت علينا الآن في هذا الدرس، واكتب العبارة واحفظها بشكل جيد. Analysis بمعنى تحليل. شكرا لك على المتابعة، وانتظرنا في الدرس القادم قريبا إن شاء الله. استمر بالمثابرة. شكرا وإلى اللقاء.